هذا ومن أجل استقبال جيد وتوفير ظروف حجر صحي ملائم للرعايا الجزائريين القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة كآخر دفعة، تم تسخير فندق السلام بولاية تيبازا والمركبة السياحية القرن الذهبي، حيث تم التكفل ب 290 رعية، أين تم التنسيق بين مختلف القطاعات بالولاية وسط حضور مديرية ومسؤولي هذه القطاعات للوقوف على الإجراءات المسخرة من أجل توفير ظروف حجر صحي لازم. التغطية كانت لحمزة بن هويس. عدد الغرف عندنا 114 غرفة، احنا رانا موجودين 160 غرفة، احنا 160 شخص في الغرف تاعهم، تكون مهيئة ومضمونة وعلى أحسن ما يرام. فيه طاقم طبي يتكون من أربعة أشخاص، من ثلاثة أشخاص، وعندنا الطاقم تاعنا اللي يكون سهر على الفندق. تم تخصيص لاستقبالهم المركب السياحي القرن الذهبي وفندق السلام على مستوى ولاية تيبازا من أجل قضاء مدة الحجر الصحي ل 14 يوما، وفي هذا الإطار وعملا بالتوصيات الصارمة للسيد الوزير حسن مرموري والقاضية بضرورة احترام شروط النظافة والوقاية الصحية، شفنا خلال تواجدنا هنا في مثلا في فندق سلام أن كل شروط الوقاية احترمت، وأيضا مع توفير كل الموارد البشرية والمادية وحتى الرعاية الصحية وأيضا المرافقة النفسانية.